احتضنت العاصمة الكويت عام المؤتمر الأول لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز بحضور أكثر من 300 شخصية عربية قدمت من جهات العالم الأربعة لتتضامن مع الشعب العربي في الضفة الأخرى من الخليج العربي. حضرنا من الجهة الشرقية للخليج العربي من أجل عرض الانتهاكات التي ترتكب بشكل يومي بحق الشعب العربي الأحوازي، وأيضا حشد القوى الإسلامية والعربية والوطنية في دول الخليج العربي من أجل دعم القضية الأحوازية وطرحها على الجهات الرسمية من أجل تبنيها في مواجهة المشروع الفارسي التوسعي في الدول العربية. الكويتيون الذين تواجدوا بكثافة في المؤتمر ركزوا على الانتهاكات والجرائم التي تمارسها السلطات الإيرانية ضد العرب. لقد عانى الشعب الأحوازي على مر التاريخ من سلب حقوقه الأساسية ومن تمييز طائفي وتمييز عرقي، لذلك نحن في هذه الفعالية يعني نتمنى حشد جميع جهود الحقوقيين والناشطين العرب والداعمين للقضية الأحوازية. نحن الآن نبحث عن تأمين بقاعنا أولا، ثم مواجهة المد والتغلغل الذي منيت به الأمة العربية فقط من النظام الإيراني. المجتمعون أعلنوا في ختام المؤتمر عن استراتيجية عربية شعبية للتعريف بالقضية الأحوازية عالميا. هذه المؤتمرات مهمة لإعطاء حقيقة ما يجري في الأحواز، حقيقة الإرهاب الإيراني الذي يمارس على شعب الأحواز المحتلة. الأهازيج الداعمة لعاصفة الحزم في داخل الأحواز كانت حاضرة أيضا. أرض الأحواز الحبيبة وملك سلمان السلام اللي وحد أحفاد العروبة بعاصفة حزم العمام بطائرات المجد حلت فوق حوثيت الظلام من شارع قارب للهام. الإعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية والاضطهاد العرقي وطمس الهوية العربية كانت أهم الملفات التي طرحتها كوادر حركة النضال العربي لتحرير الأحواز في مؤتمرها الأول في البلاد العربية. من الكويت، محمد العرب، العربية.